معاكم في الفقره الثانيه من برنامجنا النهارده. احنا اتفقنا ان عنوان الحلقه بتاعتنا النهارده هي المناعه، بس احنا هنتناول المناعه بشكل مختلف شويه، بشكل التغذيه. حتى انا يمكن من توصيات ال WHO وحته التغذيه رقم 9، عشان كده انا كنت سعيد جدا وحريص جدا ان احنا نجيب حد متخصص يكلمنا عن التغذيه وايه الحاجات اللي بترفع التغذيه، وحتى الاسئله اللي بتاعت تجيلي على الواتساب بيتكلموا عن الاغذيه اللي بترفع المناعه. خلينا اول نرحب بضيفتنا النهارده دكتوره ياسمين عبد الحميد، خبيره التغذيه العلاجيه. دكتوره ياسمين صباح الفل عليكي. صباح الخير. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يخليك. دكتوره ياسمين عبد الحميد دكتوره صيدلانيه اكلينيكيه، صح؟ خليني الاول اسالك، ايه رايك في اللي بيحصل الايام دي من قصه كورونا؟ هي قصه. والله بص انا اقول لك على حاجه غريبه. لا اتفضلي يعني قولي على حاجه انا غريبة. من كام شهر يعني جالي كده ايه ايحاء ان في حاجه هتحصل. لانه بص هيك موضوع الفيروسات ده وارد ان هو يعمل اي مشكله، وفي فترات كبيره حضرتك طبعا عارف وقت الاتش 1N1 وكان قبلها كذا حاجه انفلونزا الطيور حصل مشاكل، يعني اوريدي كان في، ما كانش بشكل ابيديميك او ما كانش بشكل وبائي، بس كان في نفس القصه دي برضو في اتليست حتى كان في المستشفيات. الفكره ان انا شفت موضوع التلوث كان زايد جدا، موضوع المناعه سيء جدا عند الناس، التدخين زياده، الشيشه في كل مكان. بص هو اقول لك على حاجه، هو دايما مع ضيوفي ما بختلفش معاهم، تمام، بس من الواضح ان النهارده هختلف معاك كتير. هختلف معايا. اوكي خلينا يعني فانا طيب خليني اقول لك على حاجه، هو نسبه حالات الوفيات قد ايه في مصر ولا بره مصر؟ على مستوى العالم لا تتعدى 3%. حلو قوي. طب ال 3% دي عند مين؟ عند الناس الكبار في السن واللي بيشتكوا من امراض مزمنه. حلو قوي. والمفروض الناس دي بتبقى حركتهم اقل مننا، يعني المفروض هم يعني كحركه عمل او كحركه هم المفروض اقل مننا، المفروض ان بيبقى فيه برضو حته تقويه مناعه. طب نيجي بقى على الناس اللي هم حاملين المرض، او نيجي على الناس اللي هم في سننا واللي هم اوريدي مهملين في المناعه. يعني معلش حته التدخين مثلا اكتر من حد قبله؟ لا، هو شايف ان موضوع التدخين ده عادي، ده مش هيقلل المناعه. تمام. انت دمرت الخط الدفاعي الاول اللي ربنا خلقه لنا في حته الانف والاخشال اللي هي بنقول عليها مبطنه، او اللي هي الميوكس ميمبرينز اللي هي اللي بتفرز المخاط واللي بيبقى فيها شعيرات، بحيث ان هي بتمنع اي فيروس او بكتيريا ان هو اصلا يخش للمجرى التنفسي بدايه من الانف لغايه ما توصل للحنجره لغايه ما توصل جهاز التنفس. تمام. معلش يا سيدريك، بس بنفكر الساده المشاهدين برقم الواتساب بتاعنا 012-04-87-8112. اي حد ليه استفسار الواتساب ده شغال 24 ساعه، واي حد هيبعت لنا دلوقتي هنجاوب عليه. تمام. معلش بعتذر لك. تمام. فالفكره ان انا بتكلم في الحاجات الطبيعيه، سواء التدخين سواء النظافه. في ناس بالنسبه لها انها تغسل ايديها، انها تقلع الشوز وتحطه في حته تانية، انها تحط لبسها، يعني ده طبيعي من قبل حتى الكورونا. فاحنا بنتكلم على احتياطات او بنتكلم على خطوات هايجين او نظافه طبيعيه. في ناس كتيره جدا شايفه ان ده كده اوفر وده وسوسه. تمام. خلاص دي حاجه. الحاجه الثانيه ان طبعا في عديد من الاحتياطات زي ما اتحكي ال WHO والجايد لاينز كل شويه بينزلوا ابديتس وحاجات زي كده. الحاجات دي لو اتعملت محدش بنتكلم على اللي منعتهم معقوله، مش هقول ان منعتهم سوبر، بغض يعني بشكل كبير مش هينقلوا اتليست حتى الفيروس للناس اللي معاهم في البيت. حتى طبعا ان انا استعمال الميه وملحه سواء في الاستنشاق او يعني اللي هو حته النفع او كده، بلس حته الغراره دي مهمه جدا. ودي احنا عارفينها من فتره كبيره جدا حتى بالنسبه للناس اللي هم بيعانوا من الجيوب الانفيه والحساسيه. تمام. خليني بقى خبيره التغذيه العلاجيه الدكتوره ياسمين عبد الحميد نتكلم بقى شويه عن الغذاء وعلاقته بالمناعه. خليني الاول قبل ما اتكلم عن علاقه الغذاء بالمناعه اتكلم عن علاقه الغذاء بالحاله النفسيه. دي مهمه جدا. بص هو عنوان الحلقه بتاعتنا النهارده ظاهريا يبان ان احنا بنتكلم عن المناعه، ولكن احنا في واقع الامر بنتكلم عن التفاؤل. دي حقيقه. تمام. فاحنا عايزين نشوف بقى ايه علاقه التغذيه بالحاله النفسيه، وبالتالي بالتبعيه هتروح التغذيه على المناعه. بالظبط. يعني حاله نفسيه مناعه. خلينا ناخد الاول الحاله النفسيه. الحاله النفسيه طبعا انه طبعا ناس كتيره جدا يا حرام بتشتكي من موضوع القعده في البيت، وان هم محاطين طبعا بالاخبار السيئه كلها. انت يعني متخيل ان انت كل يوم تصحى من النوم سواء على الفيسبوك او سواء في التلفزيون الناس كلها بتتكلم عن الكورونا، فانت غصبا عنك معظم اليوم بتبقى بتفكر في الموضوع ده. خلينا نفكر فيها بقى بطريقه تانية. انا قاعده في البيت، طب انا ليه ما ابداش ان انا اعمل هوايات اللي انا كنت محرومه منها، ان انا ازود قرايتي، ان انا استخدم موضوع الالوان. تمام. الالوان دي اللي انا هستخدمها كمان في الاكل. انت حاجه تقصد الالوان في الاكل ولا الالوان في الرسم؟ الاثنين والله طبعا.
تمام. هو بيقول لك العين بتاكل يعني بتحس قبل التذوق. بالظبط كده، بالظبط كده. يعني زي ما انا بنصح دايما كل المرضى عندي، يا جماعه نبدا ان احنا في خلال الشهر ده او ال 15 يوم دول ان احنا نعدل السلوك الغذائي بتاعنا. السلوك الغذائي هنا انا مش هقدر ان انا اقعد اديك بلانز تمشي عليها او اديك خطط تمشي عليها او اديك ارشادات، لا. انا هنا انا عايزه اعودك وانت مبسوط وانت مقتنع من جواك ان انت تغير نوع الاكل بتاعك. يعني ابسط شيء، السيده يعني ربه المنزل او الراجل اللي نازل بيجيب حاجه البيت، انت نازل بتشتري ايه؟ لو انا الكلام ده انا مش مرتباه مع نفسي او مش عارفه ايه الاحتياجات اللي انا محتاجاها دلوقتي ان انا ارفع بيها المناعه، يبقى انا كده ما غيرتش حاجه. طيب. يعني بنتكلم مثلا، يعني نتكلم بشكل خاص مثلا على فيتامين سي. فيتامين سي ده موجود في ايه؟ ناس كثيره جدا فاكره ان البرتقاني واستفندي هم دول بس فيتامين سي. فيتامين سي ده موجود في كل الخضروات وكل الفواكه. بص يا دكتوره، خليني قبل ما اروح على فيتامين سي والمناعه خليني اسالك سؤال مباشر. تمام. حضرتك ادينا على سبيل المثال ايه الحاجات اللي بتعلي الحاله المزاجيه، وبعد كده هروح الحاجات اللي بتحلي المناعه، بتعلي المناعه. طبعا استخدامنا للفواكه، ومش بتكلم على فاكهه واحده. تمام. لا انا نزلت جبت فواكه بالوان مختلفه، وخلينا نتكلم بشكل بسيط. عايزه اعتقد ان حضرتك انت مركزه الفتره دي على حته الالوان. قوي. يعني ما حدش ياكل برتقال على طول مثلا، او ما حدش ياكل مثلا تفاح على طول. بالظبط. حاول تعمل تشكيله. بالظبط. تمام. بالظبط. يعني اللي هو بنقول مثلا زي فروت سلط. ليه بقى؟ لان كل نوع فاكهه بيبقى فيها نسبه، يعني نسبه معينه من فيتامين سي. الحاجه الثانيه والاهم، ودي انا كنت لسه قريتها امبارح برضو في ستادي، انه بيقول لك ان انت مش لازم تاخد كميه كبيره مره واحده. لا، انت ممكن بتعملها بنقول عليها في التغذيه زي سيرفينج، يعني انت كل 3 ساعات او كل ساعتين بتاكل كميه صغيره. ده بيبقى افضل كتير في امتصاص فيتامين سي. ده هو في كمان فكره جات لي ان انت تروح انت تعمل كده بنفسك. يعني انت حضرتك بتتكلمي على الحركه. طبعا. تمام؟ يعني انت ما تبقاش قاعد على السرير كده ويا ابني روح اعمل لي كذا، روح والله خش المطبخ بالراحه وقطع حته تفاحه على برتقانه بجد والله. بالظبط. يبقى انت عملت هنا، عملت 3 حاجات في حاجه واحده. اتحركت. اتحركت. شفت انت بعينيك. وعملت حاجه بايدك. الله ينور عليك. الحاجه الثالثه ان انت عملت الميكس بتاع الفواكه الالوان اللي حضرتك بتقول عليه. بالظبط. تمام. حاجه ثانيه مهمه حضرتك قلتها، احنا بنعمل ميكس من الفواكه، ليه بقى؟ العنب اللي هي بنقول عليها مجموعه الجريبس، بالتوت بالكريز بالحاجات دي، دي بنقول عليها مجموعه الجريبس او مجموعه العنب، اللي هي فيها ماده اللي هي بنقول عليها الانثوسيانين، اللي هي بنقول عليها الماده الحمراء او البنفسجي. دي ماده عاليه جدا جدا في فيتامين سي، وليها يعني عليها ابحاث كتيره جدا في موضوع انها بتحمي الخليه من كل بنقول عليها الشوادر الحره، اللي هي كل اي حاجه ماده خارجيه ممكن انها تحاول تكسر في جدار الخليه، سواء فيروس سواء كيميكال سواء الاشعاعات المختلفه اللي انت بتتعرض لها. طب حضرتك تاكيد لكلام حضرتك، انا كان معانا الدكتور ربيع الشاعر يعني ربنا يرجعه لنا بالسلامه، كان بيتكلم عن بنتكلم على سرطان الثدي. وجات سيره التغذيه، وجاب ساعتها حاجات الحاجات الفواكه وخاص بالتوت على سبيل المثال. عايز اضحك عليها، ابحاث رهيبه. يعني بيستخدموها، ده استخرجوا الماده الفعاله وبداوا يعملوا بيها ابحاث على الفئران. تمام. لقوا ان ليها يعني جزء قوي جدا زي ما اتحكى ان هو كانتي كانسر او مضاد للسرطان، وبيحمي من امراض الشيخوخه وبيحمي من الزهايمر. تمام. في حاجه حضرتك قلتها مهمه جدا، دي عشان مرضى السكر. العنب لما بيجي اكل ما باكلش، يعني مثلا انا ممكن اكل انا وحضرتك عنقود عنب، احنا مش مرضى سكر. لكن حد مريض سكر ما بيقدرش اديله اكتر من 5 أو 10 عنبات. طيب. طب انا عايزه اقلل السكر اللي داخله، بياكل مع العنب تفاح. التفاح يقلل امتصاص السكر. دي معلومه جديده ومعلومه كويسه جدا. فمش هيحس بكميه السكر الكتيره اللي موجوده في العشر عنبات. اذا احنا عايزين نقول في الاخر، في اخر السؤال ده، ان حضرتك مهم جدا انك تبقى عامل طبق فاكهه مختلف ملون. ملون. ما بين الاخضر والاحمر والاصفر. بالظبط. اقول حاجه بقى، حاجه كمان عليها، ان انا ممكن احط معلقه عسل. العسل فيه كل المعادن والفيتامينز اللي احنا محتاجينها، بس الكميات ضعيفه قوي. بص حضرتك، جالي سؤال على الواتساب دلوقتي. التوم. التوم على الريق. لا مش على الريق طبعا. ولا بصل ولا توم على الريق. امال؟ لانه هيلهب جدار المعده. تمام. مع الاكل. مع الاكل. احنا مش لازم نعمل حاجه بالشكل اللي بيقول عليه الاوفنسيف او الضار، فارجع اقول لا التوم وحش. لا. تمام. انا باخده بطريقه غلط. تمام. وبعدين تمام. انا بالنسبه لي مش الكميات الكبيره دلوقتي يا دكتور هي المهمه. لا. يعني الاستمراريه. ان ده بقى اسلوب حياه. هايل. وانس ان ده بقى اسلوب حياه، انا مش عايزه منك حاجه ثانيه. هتكلمتيني على فواكه الخضار. الحديد. اكتر الحاجات اللي بترفع المناعه
او بترفع الحاله النفسيه، بتعدل الحاله النفسيه وبالتالي بتنعكس على المناعه. ايه بقى؟ ايه في الخضار؟ عندنا طبعا بروكلي ده مهم جدا. كل الحاجات الخضراء، الكرفس والبقدونس والجرجير. يعني طبق السلطه؟ طبعا. ده شيء اساسي الايام دي. ده شيء اساسي ويتحط عليه حاجات معينه. زي؟ طبعا مجموعه التوابل اللي انا دايما ايمن ايما بقعد اقول لهم عليها، دي مهمه جدا جدا، لان انا بقول حاجه بقى، موضوع التوابل ده شيل مسكن، شيل مسكن، حط توابل. لا ثانيه واحده بس. حضرتك من ضمن التحذيرات اللي جت على موضوع كورونا ان احنا لا يصرح للمريض الا ان ياخد الباراسيتامول، كل الحاجات المسكنه. ما حدش يقول لي، خلينا نتكلم في العموم. انا بكلم بريفنشن، بس بتكلم وقايه. حتى في العموم معروف ان المسكنات دي ليها تاثير ضار جدا على الكلى وعلى الكبد. انا بكلم مني على الحاجات التانية اللي هي نون سترويد، انا ما بكلمش على الباراسيتامول. ايه بقى؟ ما حضرتك كويس قوي، حضرتك النهارده في حاجه بتقولي في مسكنات طبيعيه؟ طبعا. زي ايه بقى؟ الجنزبيل والكركم دول عليهم كميه ابحاث غير طبيعيه. يعملوا ايه بقى؟ دول المفروض بيشتغلوا يعني غير ان هو مضاد للالتهابات، فهو بيقدر يسكن الالم بس بشكل معالج. الجنزبيل. الجنزبيل والقرفه والكركم. الكركم طبعا ناس كتيره بتقرا فيه دلوقتي، الكركم عشان يزيد امتصاصه، عشان ماده الكركمين بيتحط معاه فلفل اسود. يعني انا متهيألي القرفه والجنزبيل دول محتاجين نعمل عنهم ابحاث اكتر من كده شويه. هو انا لاحظت حاجه غريبه، ومش قصدي حاجه والله، لا لا. بس فعلا الكيميكلز او المواد الفعاله اللي موجوده في الغذاء مظلومه جدا في الابحاث والدراسات. يعني انا امبارح قريت اكتر من دراسه. انتوا يا جماعه ليه مش، يعني احنا ليه مش مركزين في الغذاء؟ احنا مين؟ العلماء. احنا الجمهور. العلماء. خلي بالك، هي الناس بتاخد المعلومه مننا. يبقى اذا المعلومه ما بتكونش عند الناس تبقى مشكلتنا احنا. هقول لحضرتك حاجه، مثلا الفترة اللي فاتت كنت أنا مركزة جدا على موضوع المناعة من قبل ما يتفرض طبعا الحظر والكلام ده كله، ويبقى فيه تشديدات قوية في موضوع التجمعات. فكنت بتساءل مثلا على زيت حبة البركة. زيت حبة البركة ده أنا، أو حبة البركة الحبيبات، لما باجي أخد منها باخد منها ربع أو نص معلقة الشاي. تخيل كمية قليلة قد إيه؟ يعني حتى في الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول كمية صغيرة لا تتجاوز الخمس حبات، حاجة زي كده، اللي هو كمية صغيرة جدا. فاحنا بالنسبة لنا الأكل مش الكميات، ولا خضار ولا فاكهة ولا لحوم. كيف؟ الكيف زي ما بتحكي سبيس الدوزنج، يعني أنت بتاكل كذا مرة في اليوم. يعني حتة إن أنا آكل خمس أو ست مرات، ده لحد بيعمل دايت، لحد عنده سكر، ده بيرفكت. أعتقد القرفة والجنزبيل كمان. يعني حضرتك زي ما قلت في دبليو اتش بيقول لك إيه، حلقك ما ينفعش يفضل جاف أكتر من 10 دقايق ربع ساعة. يعني انت ماشي بازازه الميه. انا ده كان الطبيعي بتاعي. ان انا ماشيه بازازه الميه، ليه؟ لان انت الفيروس او البكتيريا ده موجود في الجو. تمام. ففي اي لحظه زي ما حضرتك قلت مثلا بيبقى في ستريس، مناعتك بتنخفض لاي سبب من الاسباب، ريقك ناشف، بيقدر ان هو يخترق المجال بتاعك. معلش، هو جالي سؤال دلوقتي على الواتساب، في فرق بين المسكنات ومضادات الالتهابات؟ في مسكنات، ما احنا يعني في حاجات في الصيدليه بيبقى مضاد للالتهاب في حاله مثلا لما حد بيقع وبيحصل تورم او كده، في مضادات للتورم فعلا بتنزل الالتهاب ده على طول. لكن بتكلم المسكنات يعني، واي حد صيدلي واي حد بيقرا في المجال الطبي هيشوف الموضوع ده، بتقلل المناعه لانها بتمنع الالتهاب. طبعا. المفروض لو الشخص ده مناعته قوية، المفروض ان هو بيتغلب على المرض اللي كان سبب الالتهاب. تمام. بس اللي انا بشوفه، وده اتقال لي حتى انا في حالة كانت موجودة قبل كده، ان انا بعمل ماسكينج او بخفي الألم، بس ما بديش فرصة للجسم ان هو يعني ايه يقضي على المرض. هي دي مشكلة المسكن اللي غير قادر ان هو يقضي على المرض، هو بيقضي على العرض. تمام. خليني نرجع تاني لحتة المناعة. حضرتك قولي لنا كده الأطعمة اللي ممكن ترفع المناعة، يعني ما هو الجديد أو اللي اكتشف حديثا بعض الأطعمة اللي بترفع المناعة. هي طبعا قلنا زي ما قلنا العيلة بتاعت العنب دي. تمام. في أطعمة يمكن أنا واحدة من الناس ما كنتش مركزة عليها، بقيت مركزة عليها، كل الخضار والفاكهة اللي فيه اللون البنفسجي. زي؟ في عندي اللي هو الكرنب الأحمر. اللي هو المدي على البنفسجي. بالظبط. تمام. ده رائع. فيتامين سي عالي جدا. هايل. الجريبس بقى، العنب بانواعه الاسود والاحمر وحتى اللي هو كل الأحمر. ده بيؤدي لرفع المناعه جدا. تمام. وزي ما قلت انا مش محتاجه ان انا اجيب كميات كبيره يا جماعه. تمام. يعني كفايه اربع خمس حبات، لان اصلا انت السكر اللي في العنب مش هتقدري ان انت تكملي. تمام.
فانا مش عايزه منه السكر اللي فيه، انا عايزه منه اكتر فيتامين سي اللي هيرفع مناعتي وهيحمي الخلايا بتاعتي المناعيه وهيشجع الجهاز المناعي بشكل مظبوط. تمام تمام. في طبعا عندي الخوخ برضو اللي هو نفس القصه، اللي هو فيه اللون البنفسجي او او اللون اعتقد ان الاحمر. احنا داخلين دلوقتي على السيزون بتاع الخوخ. تمام بالظبط كده. عندي طبعا بقى بنتكلم لو على الحاجات الخضراء، طبعا عندي بقى الكيوي، عندي اي الكنتالوب، عندي موالح بقى البرتقال والاستفندي، حتى الموز برضو فيه فيتامين سي. تمام فعشان كده يعني كل ما يبقى فيه تنوع في الفاكهه اللي انا باخدها كل ده ما بيبقى افضل. وحضرتك قلت الخضار التوابل هي السر فيه. هقول لحضرتك حاجه، انا دلوقتي لما اجي اعمل طبق سلطه بعمله ازاي؟ انا بتكلم انا عن نفسي، لما باجي اعمل طبق سلطه بعمله ازاي؟ بحط فيه الحاجات اللي هي الاساسيه اللي احنا بنحطها، طماطم خيار وخس، طبعا الفلافل اللي هي بنقول عليها البابرز دي اللي هي الحمراء دي، طبعا رائعه في فيتامين سي وفيتامين اي. فيتامين اي مهم جدا برضو المناعه، تمام وفيتامين اي. فاللي عندي اللي هي الفلافل اللي هي الاحمر والاخضر والاصفر دي مهمه جدا، والفلفل الاخضر برضو عالي جدا في فيتامين سي. تمام بعد كده يعني انا بحب مثلا اعمل سلطه دي تبقى زي السويت اند ساور كده، فبحط فيها مثلا تفاح، بحط عليها معلقه عسل، بحط زيت زيتون معلقه، زيت سمسم، خل تفاح، تمام بحط زبيب. زبيب الزبيب برضو فيه ليه دور قوي برضو في موضوع المناعه وموضوع الالتهابات والبرد. ما بحطش كميات، انا ممكن احط 5 6 مثلا او كده، بس اولا بيدي طعم حلو جدا للسلطه. بحط توابل، بحط طبعا يعني بص انا اللي انا بقوله ده هو صعب، هو صعب ان انت تتعود عليه، يعني ده عايز مقدره ان انت تحس ان ده الكبسوله بتاعتي. بس خليني اقول لك حاجه، ان انا باخد كميه صغيره في الفطار في الغداء في العشاء. فانت الحته اللي انا بتكلم عليها ان انت كل شويه بتدي حاجه للجهاز المناعي عشان بصي، يشتغل هو انا مش احسن. قلت لك اختلف معاكي؟ اختلف انا عليا. مختلف معاكي في كلمه صعب. ليه صعب؟ انا اقول لك ليه انا مختلف بتكلم معاكي عن في الناس كلمه. اللي انا بسمع لا لا منها والله بجد الفيدباك، اقول او لك على لما حاجه. بجيب حد عندي في البيت واكله له مثلا بالعافيه، لا لا انا هديكي ما مثال. بيقدرش في الاول. هو احنا اتولدنا بنشرب شاي؟ لا اتعودنا على شرب الشاي صح؟ اه طب ما تيجي نتعود على ان احنا نشرب قرفه وجنزبيل. اذا الموضوع مش صعب، هي الموضوع تعود مننا. عشان كده انا بالظبط. حتى في المقدمه بتاعتي قلت طب ما تيجي تخليها الفتره احنا فيها دي بدايه ان احنا نغير شويه في سلوك حياتنا والله بترجى الناس للاحسن كلها تعمل كده والافضل. بجد، بترجاهم والله، بترجاهم ان هم فايه يعملوا كده. المشكله النهارده؟ المشكله النهارده في القرفه والجنزبيل. خد كوبايه الصبح وكوبايه بالليل مثلا. وخلينا نتكلم على الجرعه عشان الناس اتفضل. ما تزودش. لا اتفضلي. انا باخد يا جماعه نص معلقه شاي، او يعني نص معلقه شاي يعني كميه صغيره جدا، اللي هو يعني عارف رشه الملح. بصي بتتكلمي عن القرفه والجنزبيل ولا بتتكلمي عن ايه دلوقتي؟ ما انا هحط قرفه وجنزبيل وكركم بصي هو دلوقتي وهحطه على القرفه، لا خلينا بس نقول عشان برضو الناس، هي مشكله الحاجات الطبيعيه. الناس بتكتر فيها جامد. لا لا مشكله الحاجات الطبيعيه الناس بتبقى يعني مستصعبه ازاي تعملها. فدلوقتي اعتقد في السوق في الباكت، في باكت الباكت ده فيه قرفه وجنزبيل. ونقطع الباكت، ما نحطش الباكت عليها عشان ميه سخنه. تمام تمام نقطع الباكت، نفضي نقطع الباكت سواء ونفضيه. ينسون عايز سواء اقول الجرعه بتاعته بالتاكيد متظبطه، يعني مثلا. عايزين نسهل على الناس. ماشي يعني انت تمام، اشتري نجيبها الباكت. احنا بنعمل دعايه احنا قلت له اشتري الباكت اللي هو مقفول ده وافتحه وحطه على الميه سخنه، هو هتلاقي الجرعه بتاعته او لو متظبطه. حتى في العلبه بس زي ما تحكي يبقى ربع معلقه شاي. ما يعني ده كده جرعه. الناس هتستصعب، احنا عايزين بس نسهل الموضوع على الناس. خلي ماشي. بالك يعني هو الشاي عشان تعود، احنا عايزين قرفه وجنزبيل يبقى تعود، يبقى تعود ترفع مناعه، بتزود حرق. يعني هتعمل في 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 حته التخسيس. بالظبط. ما انا بقول لحضرتك اللي عايز يعمل دايت يرفع مناعته تمام هيخس. طب خلينا احنا نقول احنا دلوقتي فضل لنا 3 دقايق وعايزين بقى في الفتره دي نجمع كل اللي قلناه في الحلقه الارشادات الغذائيه في الفتره دي للناس. وخلي بالك الناس معظمها قاعد في البيت، فدي مشكله تاني. انا والله مش شايف ان هي مشكله بالمناسبه، مش مشكله. انا على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي ممكن اطلع من القعده في البيت ان انا خاسس مش زايد في الجسم في الوزن. هي العادات. يعني مش عايزين نحط ان انا قاعد في البيت فاقعد اكل 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 اكل. لا ده مش مظبوط. لا باكل ايه؟ باكل ايه؟ بالظبط. يعني انا بقول انت نازل تعمل شوبينج، نازل تجيب ايه؟ صح. ايه بقى الارشادات الغذائيه في الفتره دي؟ طيب اوكي، اول حاجه التوابل اللي انا هقولها دي انا عايزه انها تكون موجوده، القرفه، الجنزبيل، الكركم، الفلفل الاسود، الكمون، البردقوش، حبه البركه، الزعتر. يعني نروح للعطار. او بالظبط، او اي متجر متخصص في العطاره بكواليتي عاليه. تمام تمام. اليانسون
اليانسون. مهم جدا جدا. كل الحاجات دي بترفع درجة القلوية بتاعة الدم. بالذات الليمون رائع. رائع يعني فيتامين سي عموما بيرفع اصلا درجة القلوية بتاعة الجسم او الدم. تمام. طبعا ليمون ما ينفعش ما يبقاش موجود في البيت. عسل بكل الانواع، عسل حبة البركة، في عسل بردقوش، في عسل بيقوي المناعة. متحمسة انت العسل؟ انا عسل ليه تجارب يعني معايا رهيبة. انا بص انا ممكن اي حاجة تبقاش موجودة في البيت الا العسل. مستحيل. بس زي ما قلنا مناحل معروفة وكواليتي عالية عشان تدي الايفكت اللي انا عايزاه. حاجة السلطة كلها اللي قلنا عليها، سواء الخيار، الطماطم، الخس، البصل، الثوم، الزيوت بتاعتي طبعا كلها الزيوت اللي هي فيها دهون غير مشبعه. انا مش عايزه استخدم اي نوع زيوت يعمل لي مشاكل، بالذات الناس اللي بتشتكي من امراض القلب او الضغط. فاستخدم زيت زيتون، زيت سمسم، زيت عباد الشمس. هستخدم خل التفاح، يعني كل الحاجات دي تبقى موجوده عندي في البيت. تمام. هي اوكي. الفواكه زي ما قلت يبقى في تنوع قوي جدا في الفواكه، سواء اي حاجه لونها مائل للاحمر او بنفسجي لازم تبقى موجوده عندي في البيت. ونشرب ميه كتير. نشرب ميه كتير جدا. ونتمشى جوه البيت، نعمل رياضه داخليه. نعمل رياضه جوه البيت بالظبط. عايزه اشكرك في نهايه الفقره النهارده على المعلومات القيمه، الاغذيه اللي ممكن ترفع المناعه، ومعلومه الحاجات اللي بديل كمسكن الالام ومضاد للالتهابات. خليني في نهاية فقرتنا النهاردة أشكر دكتورة ياسمين عبد الحميد خبيرة التغذية العلاجية. دكتورة ياسمين أنا بشكرك. أتمنى النهاردة أن احنا نكون قدمنا لكم معلومة. كانت عنوان الحلقة بتاعتنا النهاردة هي المناعة، لأن المناعة ده هي أهم حاجة في جسم الإنسان. إن شاء الله معادي معاكم الأسبوع الجاي، بس قبل ساعة من دلوقتي واحد علاقات برنامجكم. صحتك ثروتك، أشوفكم على خير.